وهي خاصه بجزئيه تكافؤ الفرص في بطوله الدوري. ويمكن البعض مش واخد باله شويه، او مش البعض ده، ناس كتير جدا مش واخدين بالهم شويه، ان نادي بيراميدز ما بيتكلمش على ان نادي الزمالك متاجل له مباريات كتيره، وكمان نادي الزمالك لو في حاجه خاصه بنادي بيراميدز لا بالعكس بيكون متكاتف معاه ومتضامن معاه زي ما شفنا مواقف كتير قبل كده. لكن في الحقيقه دلوقتي الزمالك وبيراميدز، الزمالك لو بينافس النادي الاهلي على بطوله الدوري هو ايضا منافس مع نادي بيراميدز على المركز الثاني. بيراميدز خلاص فقد فرصه بشكل كامل في الفوز ببطوله الدوري بعد فوز النادي الاهلي على فريق انبي اول امبارح، فبالتالي بيراميدز مش هيبقى بطل الدوري خلاص بشكل رسمي، لكن عنده فرص ان هو يكون الثاني في بطوله الدوري، واللي هيؤدي لمشاركته في بطوله دوري ابطال افريقيا، البطوله الاقوى والاهم بكل تاكيد. لكن جمهور او مش جمهور يعني نادي الزمالك ونادي بيراميدز، نادي بيراميدز بالتحديد ما بيتكلمش على ان المفروض ان نادي الزمالك يلعب هذه المباريات او تتاجل لبيراميدز مباراته عشان نادي الزمالك يلعب مبارياته المؤجله عشان يبقى في تكافؤ للفرص زي ما حصل قبل كده مع النادي الاهلي، وكان في تعنت شديد جدا قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي في بعض المواقف كبر دماغه كده لان هو اكيد الرائد دايما في الكره المصريه، وعشان عنده ثقه كبيره جدا في امكانياته وعارف ان هو هيوصل لمكانه الطبيعي اللي هو متعود عليه. لكن هنا السؤال، ليه بيراميدز ما بيتكلموش على ان نادي الزمالك لازم يلعب مبارياته او تتاجل لنا مبارياتنا كبيراميدز يعني عشان نشوف نادي الزمالك هيعمل ايه في مبارياته، خصوصا ان نادي الزمالك عنده 5 مباريات، مباراه امام الاسماعيلي، ولك ان تتخيل مباراه الزمالك والاسماعيلي في حاله النادي الاسماعيلي لو كان لسه بينافس على البقاء في بطوله الدوري، يعني لو كانت قبل مباراه الداخليه اكيد كانت هتبقى مباراه مختلفه تماما، لان الاسماعيلي كان هيبقى عايز ان هو يكون متواجد في بطوله الدوري، فهيلعب بكل قوته وبكل تركيزه عشان يكسب نادي الزمالك على الاقل تقدير يتعادل معاه، فبالتالي هيعطل نادي الزمالك، وبالتالي كانت ممكن تبقى فرصه للنادي الاهلي انه يفوز ببطوله الدوري، وفرصه لنادي بيراميدز ان هو ينافس على المركز الثاني. ورغم كده نادي بيراميدز ما اتكلمش خالص، مباراه الزمالك والاسماعيلي هتبقى مباراه يعني مش قويه قوي اكيد، خصوصا بعد ما الاسماعيلي ضمن بقاء، والزمالك كمان عنده مباراه اخرى امام حرس الحدود. حرس الحدود تقريبا ناقص له بالظبط 2 ماتشات في الدوري، ناقص له بالظبط ماتش واحد في الدوري، لو كسب الماتش ده ممكن ان هو يبقى في الدوري الممتاز، وبالتالي مباراه امام نادي الزمالك مش هتكون مهمه قوي، وبالتالي ممكن تكون سهله لنادي الزمالك بينافس على الصداره، وفي نفس الوقت هيفقد فرص اكبر بالنسبه لفريق بيراميدز ان هو يفوز بالمركز الثاني. دي كلها امور خاصه بموضوع تكافؤ الفرص. نفس الحال بالنسبه للانتاج اللي لسه برده من ضمن مباريات نادي الزمالك، الجونه كمان فريق بينافس على البقاء في بطوله الدوري، فبالتالي مش هيكون في تكافؤ للفرص. وفي الحقيقه عشان نتكلم بصراحه، بطوله الدوري السنه دي كلها فيها او معظمها يعني فيها امور كلها لا علاقه لها بتكافؤ الفرص اطلاقا ما بين الانديه. هنقول موسم استثنائي، ظروف صعبه، لكن دايما في الامطار الاخيره لازم تحط الاعتبار ده لانه مهم قوي، لان في انديه بتبقى عايزه تبقى موجوده في بطوله الدوري، فالمنافسه بالتالي ما بتبقاش في القمه بس، بتبقى في القاع كمان، فبالتالي مهم جدا انت تلعب المباريات في مواعيدها. مش عايز اقول مواعيدها بالظبط، يعني انت لو هتاجل حاجه عشان نادي الزمالك والمهمه بتاعته، اجل كمان للنادي الاخر اللي بينافس معاه سواء النادي الاهلي او حتى نادي بيراميدز. كلها امور في الحقيقه مهمه جدا، لكن احنا للاسف ما بنشوفش حد بيتكلم على الفرص دي، او ما بنشوفش حد من الانديه اللي بتنافس على المركز الثاني ان هم بيتكلموا في الجزئيه دي بالتحديد. النادي الاهلي نادي كبير وعارف هدفه كويس جدا ومش هيتكلم لان هو عارف الظروف اللي بتمر بيها البلد، لكن النادي الاهلي هدفه الاساسي هو الفوز ببطوله الدوري، فمش هيبص للجزئيات دي. لكن دايما بنحب نلفت نظر لبعض الامور اللي ممكن البعض ما يكونش واخد باله منها. في المقابل نادي بيراميدز عنده النجوم وحرس الحدود، فهيقابلهم النجوم خلاص هبط رسميا، لكن حرس الحدود عنده فرص للبقاء في بطوله الدوري، فهيقابله بمباراة قوية جدا. حرس الحدود هيبقى مركز بشكل كبير جدا عشان يكسب بيراميدز ويبقى في بطولة الدوري، عكس ما حرس الحدود هيقابل الزمالك بعد ما يقابل بيراميدز. يعني زي اكيد حضراتكم فاهمين اللي عايز اقوله، مهم جدا يكون في مبدأ تكافؤ الفرص في الامطار الاخيرة بالتحديد من بطولة الدوري. لكن الاهم بالنسبة لنا احنا ان النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يفوز باللقب ده، مالناش دعوة اللي هياخد المركز الثاني ياخده، اللي ياخد المركز الثالث ياخده، ودي مش مشكلة النادي الاهلي خالص. لكن الأهم بالنسبة للنادي الأهلي إن هو إن شاء الله بإذن الله يحقق الهدف المرجو والأهم، وهو الفوز ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.